السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، وكل خير ان شاء الله باذن الله. اكبر تحيه لمواليد برج السرطان، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر ان شاء الله باذن الله. يا برج السرطان هتكون قراءه قويه جدا، بس انت استفاد من الفيديو وركز وخد الجزء اللي يخصك. واكبر تحدي يا مواليد برج السرطان ان القراءه دي هتكون قويه، وبالنسبه لك هتكون جميله جدا. كمان اخر الفيديو هنقول رساله مهمه جدا ليك، لازم تسمع الفيديو، ولو حسيت ان انت مليت خد الرساله بتاعتك من اخر الفيديو، بس لازم تاخد توقعاتك يا برج السرطان. بسم الله. وما تنساش طبعا تدعم الفيديو باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله، اللهم بارك على سيدنا محمد. الفترة دي حرفيا انتوا مهمومين، مهمومين جدا ومحتارين وزعلانين. طيب زعلانين من ايه؟ الحظ ما بيلعبش معاكم دور كويس. عندكم عدو، والعدو ده هو اكبر اخ ومرات اخ او مرات عم، بس في حد من اهل من دمك ولحمك عدو ليك، وانت مش عاجبك ايه الامر اللي انت فيه ده. كمان الدنيا هتبدأ تلعب معاكم الفترة اللي جاية، لان هيكون في طريق، والطريق ده هيكون في تغيير حياة، تغيير حاجة كبيرة. في زعل بينكم وما بين حد من فترة، والزعل ده انتوا شايلين همه جدا، لان انتوا ما بتحبوش تزعلوا من حد ولا حد يزعل منكم. كمان انتوا هنا اصبحتوا اقوى من الاول، في تفاؤل عندكم او في اشتياق ولمة او قعدة حلوة الفترة دي. احب اقول للناس اللي منتظره حمل او منتظره مولود، في حمل عندكم الفتره دي، لان في فتره اسم كبيره جدا مفتوحه، وفي راحه بال من بعد خساره كبيره حصلت عندكم. انتوا دايما بتقول الحمد لله على كل حاجه، لكن في ندم متعلق بغلطه انتوا غلطتوها، ورغم كده برضو بتقول الحمد لله. في طريق، لا اما انتوا لا اما حد عندكم ماشي في طريق متلخبط، وانتوا مش عاجبكم الموضوع ده، وبتتكلموا كتير جدا، مش عايزاكم تسمعوا كلام اي حد وتعملوا بيه. لازم انتوا تكون عندكم في قمه الاقتناع، ما تخلوش اي حد يسيطر عليكم مهما يكون الموضوع. في مشكله هتحصل مع الشريك، فخلوا بالكم، في شد هيحصل مع الشريك، فعايزاكم يعني ما تكبروش الموضوع وتحاولوا تهدوا الدنيا. في كمان شوية لخبطة هنا انتوا بتعانوا منها، خلوا بالكم من غدر من حد قريب منكم. الحد ده عايز طمعان في فلوسكم، طمعان فيكم، الله اعلم. خلوا بالكم لان الطمع كبير جدا من ناحيته لناحيتكم. في استقرار عاطفي، او انتوا داخلين في مشروع جديد، داخلين في حياة هتكون مليئة بالمفاجآت. ربنا كريم عليكم وهيكرمكم من بعد اللي انتوا عانيتوا منه اشد المعاناة. كمان البعض منكم منتظر، عنده طاقة انتظار كبيرة جدا، والبعض منكم بيدفع ثمن الغلطات اللي عاملها. اتظلمتم، في جزء من ظلمكم الفترة دي هيترد لكم، عندكم دخول محكمة، ودخول المحكمة ده هيكون بالخير بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، لأن ربنا دايما كريم عليكم ودايما بيديكم. مش عايزاكم الفترة دي تاخدوا اي قرارات خالص، لان الفترة دي هيكون عندكم طاقة مأثرة عليكم، والطاقة اللي مأثرة عليكم دي هيكون فيها صراع نفسي، والصراع النفسي بيخليكم مش طايقين نفسكم، وده بيدخلكم في مشاكل مع الشريك. البعض منكم عنده علاقة مع الشريك مع ابراج نارية، الابراج النارية دايما في شد، خلوا بالكم، يعني في شد. حصل عندكم سرقة، السرقة دي من أقرب مليكم وخسرته، مش عايزاكم تدخلوا حد بيتكم. انتوا اكتشفتوا خيانة من واحدة صديقة ليكم، كانت ممكن تكون أكتر من صديقة، أكتر من حبيبة. بلاش الصدق في مشاعركم دايما، بلاش ان انتوا دايما تقولوا الحقيقة، الحقيقة ساعات بتكون مرة وساعات بتزعل أقرب مليكم منكم، فخدوا بالكم من نفسكم وحصنوا نفسكم اول باول، لان انتوا عندكم تألق الفترة دي، وعندكم خطوة جديدة هتخطوها، والخطوة اللي هتخطوها دي بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هتكون خطوة خير، لان ابتسامتكم هترجع على وشكم تاني، هترجع لكم ابتسامة حلوة جدا.
في تواصل مع حد اكبر منكم سن، حد اكبر منكم سن هتتواصلوا معاه، والحد ده هيكون في طاقة تانية مختلفة. وخلوا بالكم من حاجة هتقع منكم وهترجعوا تدوروا عليها هتلاقوها، بس خلوا بالكم علشان خاطر ايه، العيون رشقة في حال. الحظ هيلعب معاكم دور كبير جدا. عندكم علاقة مع برج الأسد، العلاقة اللي مع برج الأسد دي واخدة من طاقتكم ومدمراكم. انتم مركزين جدا الفترة دي، في سحر معمول لكم من واحدة مش كويسة. طيب عايزاكم بقدر المستطاع تخلوا بالكم، انتوا عندكم طيبة في قلبكم بتخليكم توجعكم. انتوا ما بتحبوش تحقدوا على حد زي ما الناس ممكن تطلعكم، الناس بتطلعكم ان انتوا بشكل مختلف، بس انتوا بفضل ربنا عندكم صدق في مشاعركم دايما، في لم شمل. شوفوا انتوا بتتمنوا ايه، القسم مفتوحة قوي، ادعوا ربنا بقدر المستطاع زي ما انتوا عايزين، ادعوا ربنا في رحمة الفترة دي. مين عندكم حصل عنده مرض او اتصاب بمرض في المخ، عنده تساقط شعر، اتصاب بحالة نفسية مأثرة عليكم الفترة دي؟ انا مش عايزاكم تعملوا اي حاجة، عايزاكم تهدوا اعصابكم، لو عندكم علاج تاخدوه، لان انتوا بيجيلكم فترة ما بتحبوش تهتموا بنفسكم. في اخبار حلوة، والاخبار الحلوة دي بعد ايام معدودة ربنا هيجازيكم خير عن اللي انتوا عملتوه من صغر سنكم، وانتوا في حاجة تعباكم. في خبر الحلو ده بإذن الله هيكون طاقة جديدة، خدوا بالكم. دمعتكم قريبة على خدكم، وده بيدل ان انتوا دايما في قمة الازدهار. في غيرة من الأقارب الأحبة، وقعتوا في ضيق وفي خنقة وملقيتوش حد جنبكم، ملقيتوش أي حد معاكم. فدايما اقول خلوا بالكم من نفسكم، لان في كلام كتير جدا بيدور، في حاجات كتيرة جدا مش عاجباكم، في كمان لقاء مع حد مش انتوا مش هتكونوا حابين اللقاء ده تشوفوه. بلاقي يعني انتوا بدأتوا تعقلوا اكتر، وبدأتوا تمسكوا على ايدكم شوية، لاني صرفتوا كتير ولقيتوا مفيش اي نتيجة. حصل عندكم صرف كتير الفترة دي، فخدوا دايما بالكم. في تراجع عندكم من بعض الأمور، أو في قرار حد هيأثر عليكم هيخليكم ترجعوا عنه، خدوا بالكم. في حد عندكم مصمم على الطلاق أو مصمم على الانفصال من الشريك، في شوية وجع في المعدة بيختفوا ويظهروا، خلوا بالكم. عندكم رقم اتنين، رقم اتنين ده ممكن يكون طفلين، او في حاجة تخص رقم اتنين عندكم تعباكم، او في امور متلخبطة. بقدر المستطاع حاولوا تقفوا على رجلكم من جديد، او تقفوا على رجلكم باشد الطاقة. في واحدة ست وراكم، الست اللي وراكم دي قال وكيل، قال وكيل عليكم، غيرة وحقد وغل، وانتم مش عارفين تعملوا ايه، خلوا بالكم منها، حط عينها عليكم. هي كبيرة منكم سن، اكبر منكم سن، حقودة ومن ابراج ترابية، خدوا بالكم. هي من ابراج ترابية، فيها حقد وفيها غل ومش كويسة. في نجاح عندكم في دراسة، وهتكونوا منطلقين أشد الانطلاقة، بس عايزاكم تخلوا بالكم من غدر، والغدر ده هو اللي تعبكم. في طاقة جديدة بإذن الله، وفي أمور هتستجد عندكم. مهما تكون في حاجات بترجعكم لورا، اتأكدوا تماما إن ربنا في أقرب وقت هيجبر بخاطركم، لان انتوا في قمة الازدهار. انتوا دايما بتحسوا ان انتوا مربطين،
مفيش اي تجديد، دايما بتحسوا ان انتوا شايلين هموم الدنيا فوق كتفكم، لكن انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه. في نصر الفترة دي او نصرة حلوة. بصوا هنا في تحديد علاقة او تحديد مصير. اللي بيعاني من مرض عندكم شفاءه هيكون من عند ربنا. خدوا كمان هنا قرار مهم، القرار ده زي ما قلت هتاخدوه بس بعد فترة، مش هتاخدوه دلوقتي، لان اللقاء ده لو خدتوه دلوقتي هترجعوا تفكروا فيه بعدين وهتندموا، وانا مش عايزة لكم ندم، فياريت تخلوا بالكم من اي حاجة عندكم الفترة دي. الحياة العاطفية، رغم ان انتوا دايما رومانسيين جدا، بتحبوا تهتموا بجد بنفسكم جدا، بتحبوا الحياة الرومانسية تكون هادية، او دايما بتبحثوا عن العاطفة. العاطفة عندكم تزعلوش مني تحت الصفر. ليه بقى؟ علشان انتوا يعني بتهتموا جدا بالطرف التاني، بتعملوا حاجات كتيرة جدا ترضوا الطرف التاني، فبالتالي بتطلعوا من العلاقة قلبكم مكسور. في شخص او انتوا في حد كاسر قلبكم، ممكن يكون حد تعبكم، وفاة حد، الله اعلم. في امور منعكسة معاكم، امور مش فاهمينها عايزين توضحوها، شوية كلام بيحصلوا عندكم، في بعض الناس عندكم مش صالحين للتعامل معاهم. خلوا بالكم ان انتوا في احسن الامور بتاعتكم. اي نعم مفيش راحة مع الشريك، لكن في قرار مهم هتاخدوه. مين عندكم عنده حرب، عنده مواجهات، عنده مشاكل كتير، وانتوا بتحاولوا تتكلموا معاه او بتحاولوا تخففوا عنه. كمان العاطفة زي ما قلت ان هيكون في تحسن. في شخص من الماضي عايز يطلب منكم السماح. الحد ده انتوا مش هتكونوا مهتمين بيه خالص، لأن الأمور منعكسة والأمور مش حابينها تكون نفس الطاقة دي. مين عندكم ناوي يزور الطبيب أو ناوي يعمل حاجة جديدة؟ في أمور هنا مستجدة. مين اللي عندكم اللي خايف من حاجة وقلقان؟ في فتح كبير جدا لقسمة كبيرة، لكن دموعكم على خدكم برضو، يعني الدموع بتاعتكم موجودة. المنفصلين دايما عندهم صراع في التفكير، دايما 24 ساعة بتفكير، منتظرين لقاء بحد بعيد عنهم، منتظرين لقاء، منتظرين الله اعلم، بس في طاقة انتظار عندكم بحد بعيد عنكم بقاله مدة غايب او بقاله مدة مشتقله، فانتوا الفترة دي منتظرين. كمان في فرصة، الفرصة دي هتكونوا انتوا على انطلاقة جديدة او على حاجة جديدة، وهتكونوا مبسوطين جدا بالطاقة. بسم الله. هنا عندكم شعور بالندم اتجاه حد. خدوا بالكم من حد في الشغل بيحسد عليكم وحاطط عينه عليكم. ليه؟ علشان هيكون عندكم ترقية او عندكم قضاء حاجة لصالحكم انتم مستنيينها من فترة، والخبر اللي متعلق بشفاء او قالب السحر على الساحر دي هتكون طاقة من عند ربنا. انتوا عملتوا المستحيل لان انتوا تقفوا على رجلكم الفترة اللي جاية، تقفوا على رجلكم، انتوا تستحقوا فعلا تكونوا في الانطلاقة الجديدة على طول. في حد مغرم بيكم، بيحبكم جدا بس ما مش متكلم ولا واخد خطوة لقدام. ربنا هو لوحده اللي حاسس بيكم ان انتوا عمالين تعفروا وتجاهدوا وتوصلوا، بس مازال واقفين مكانكم. فكونوا واثقين ان ربنا ابتلاكم اشد الابتلاء لان تكونوا عنده حسن ظنه بيكم،
فما تقلقوش خالص، الفترة دي هتنزلوا وهتقضوا حاجة حرفيا، في قيود او في حاجات انتوا بتفعلوها غصب عنكم، حاجات انتوا مش راضيين عنها فبتعملوها عشان ترضوا حد، فلازم تخلوا بالكم، لازم تكون العلاقة بين الطرفين يعني ما تكونش ايه انا بعمل حاجة عشان ارضيك والجو ده، انتوا اللي بتتعبوا، ما تعملوش حاجة ترضوا حد بسبب يعني وانتوا مش عايزين، لازم الحاجة تكونوا مقتنعين بيها، فرحة منتظرينها هتتحقق، استيراد حقوق ليكم من شخص، الشخص ده من دمكم ولحمكم، ممكن يكون اكل يعني اكل حقكم، اكل معكم عيش وملح وما فيش اي تجديد، ما فيش اي نتيجة، انتوا بتطالبوا بحقكم حرفيا، في مطالبة بالحق، لان حاسين ان الشخص ده مازال بياكل حقكم ومش راضي يعترف او مش راضي يعمل اي حاجة جديدة، وانتوا ما بتحبوش الكذب ولا الخيانة ولا النفاق، انتوا بتحبوا الحياة تكون بسيطة وتكون هادية، لكن انتوا عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم الفترة اللي جاية، لان القسمة مفتوحة معاكم، فلازم تاخدوا قرارات وانتوا عندكم طاقة جديدة. صدمة كبيرة جدا بتعانوا منها او بتعانوا من صدمة اكتشفتوها في اقرب ما ليكم، في ناس نزلت من نظركم او نزلت الاقنعة بتاعتهم اللي كانوا لابسينها، وعرفتوا اكتر من حقيقة الفترة دي، حرفيا عرفتوا حقائق كتير مش حقيقة واحدة، ومن بعد ما عرفتوا الحقيقة دي خدتوا قرارات حاسمة وقلتوا انا لازم اكون عند حسن ظن بنفسي ولازم اقف على رجلي، وما بقيتوش تصدقوا اي حد تاني زي الاول، ملامحكم بريئة، تصرفاتكم كلها بريئة، لكن في حقد وغيرة من حد بيغير منكم، فخدوا بالكم واحذروا واكتموا وداروا، داروا عن كل حاجة بتحصل لكم، في مفتاح عندكم او رمز المفتاح عندكم ده بيدل ان انتوا عندكم طاقة جديدة او تحسين من امور عندكم، والدليل على كده ان انتوا بإذن الله خلال فترة معينة هيكون في طاقة جديدة، وفي دخول او في شراء او في مغامرة، في حاجات جديدة هتحصل عندكم، لان زي ما قلت القسمة بتاعتكم مفتوحة، وطول ما القسمة بتاعتكم مفتوحة طول ما انتوا في تجديد من عند ربنا، فما في رغم ان في ايام حاليا مملة، اغلب الامور في ملل، ودايما بيجيلكم شعور بالكركبة والزهق والخنقة، ودايما حابين العزلة وحابين ان انتوا تكونوا لوحدكم، ودايما اقول ان انتوا نجمكم خفيف، وده بيعرضكم للحسد الشديد، خمول، كسل، ارهاق، تعب، كارهين الحياة كله، ده سببه ايه؟ الحسد الشديد، تحصين النفس هيزول عنكم التوتر والحيرة والضغط النفسي، وهتبدأوا تدخلوا في مراحل جديدة، لان انتوا الايام دي في طاقة جديدة خالص، البعض منكم شغال 24 ساعة لان يسد الديون اللي عليه، عليكم ديون تراكمت او عليكم ايجار تراكم، امور عايزين تسدوها الله اعلم، بس باذن الله باذن الله في توقيع لامور او توقيع من مخرج جديد، ما تقلقوش خالص ولا تتعبوا نفسيكم، خروج من حد بيتكلم عليكم الفترة دي، هتحققوا حلمكم خلال فترة معينة، واكبر دليل بيدل على كده ان انتوا ساجدين لربنا دايما او دايما بتخافوا من ربنا، ما بتحبوش ابدا تفعلوا حاجة تأذيكم او حاجة بمعنى اصح تكون مؤذية لكم، الفترة دي بتحمل لكم اكتر من طريق او اكتر من مفاجأة او اكتر من سبب، وعشان كده عايزاكم دايما تطبطبوا على نفسكم، الطاقة الايجابية اللي عندكم دي طبعا جاية من عند ربنا، انتوا ياما حسيتوا باليأس وياما حسيتوا بالتعب النفسي، لكن ربنا كريم عليكم وعاطفي، ورقة في حكومة هتخلص، دور كبير جدا من حياتكم هينتهي، حاجات كتيرة تعباكم هتنتهي، في انقباض في قلبكم بيجيلكم من وقت للتاني، وده بيدل على حدوث الحاجة قبل ما تحصل عندكم، بتحسوا بيها على طول، وكاتمين وساكتين، انتوا في حاجات كتيرة جدا كاتمينها، لكن مش عارفين امتى تبدأوا امتى يحصل، في كمان تجمع الفترة دي،
التجمع اللي عندكم ده هيكون خير، في مبلغ من المال جايكم، أرباح، نجاح في مشروع، نجاح في تغيرات، نجاح في حاجة هتستجدوا فيها الفترة دي، بس التفكير زايد عندكم 24 ساعة بتفكروا. بلاش تفضلوا تضغطوا نفسكم في التفكير، لاني انتوا من كتر التفكير عندكم علامات استفهام على اكتر من حاجة، في مشاجرات بينكم ما بين ناس ما تستاهلش ان انتوا اصلا تشاجروها، بحث عن منزل، بحث عن سكن جديد، عن تجديد جديد. فخلاص يعني لازم تهدوا اعصابكم، اتعرضتوا لخيانة او تعرضتوا لازمة وبعدتوا، ابراج مائية عندكم تعباكم او ازماكم، يعني تعباكم نفسيا، خدوا بالكم كويس جدا من اللي انتوا، بلاش تكونوا طول الوقت اوفياء، طول الوقت مخلصين، طول الوقت مش عارفين تفسروا اللي بيحصل عندكم. انتوا عايزين ورقة وقلم وتفضلوا تكتبوا وتعبروا عن كل حاجة، واكتر كتاب عايزين تكتبوه عن الحياة العاطفية، لان انتوا لحد الان مش عارفين تستقروا، دايما بتحلموا بالاستقرار العاطفي وبتحلموا بالاستقرار النفسي، لكن الوضع عندكم فيه توتر وفيه حيرة، طول الوقت بتدوروا على حاجات ممكن تكون قدام عينيكم ومش عارفينها، او مش عارفين هي مستخبية فين او فين الحاجة دي. فلازم تدوروا على راحة البال دايما وعلى الاستقرار النفسي، لان الفترة اللي جاية هتكون فترتكم فترة حصاد ليكم بشكل كبير جدا، والحصاد التام اللي هيكون عندكم ده هيكون تغيير حلو من عند ربنا. كل يوم بتجددوا حياتكم، كل يوم بتجددوا حاجات جديدة، وعشان كده اصبحتوا لا مبالاة، ما بتوش تحاسبوا حد على حاجة بيعملها، وبدأت تحط خطوط حمراء كتير جدا ما بينكم ما بين التعامل، ما بقيتوش زي الاول، وبدأتوا تبعدوا عن اي حد بيأثر عليكم في اي ضغط نفسي. انتوا بتهربوا، يعني ما بقيتوش تعدوا، بقيتوا تهربوا، بتهربوا من اي حاجة، وبدأتوا تفضوا نفسكم لعبادة ربنا. في تليفون هيتصل، حد هيتصل بيكم وهتلغوا موعد، موعد دكتور، موعد جلسة، موعد حاجة هتلغوها، هتلغوا وهتعتذروا، وده هيكون أفضل ليكم، لأن نفسيتكم مش محتاجة الوقت ده، فما تقلقوش خالص، لأن انتوا في حسن ظن نفسكم. ودايما أقول العصبية والصرصعة طول الوقت بتزعلكم، نهائي علاقة سامة أو قرار هتاخدوه هينهي العلاقة السامة دي. ليه؟ علشان في عتبة جديدة او في راحة جديدة. انتوا الحبيب اصلا محيركم، بس هو مشتاق لكم جدا، وكبرياؤه مخلياه واخد جنب او واخد ركن على جنب، هيجي وهيعتذر وهيقول ده ما حصلش مني او كلام كتير جدا، وبفضل ربنا انتوا اللي هتكونوا منطلقين. انتوا جوه قلبكم عشق لا مبالاة من العشق ده، لكن في باب مازال مقفول عندكم. انتوا ممكن تكونوا دخلتوا في اكتر من علاقة، بس هي علاقة واحدة بس اللي مؤثرة فيكم لحد الان، وهي اللي طافية النور اللي جواكم، وهي اللي مخلياكم لحد الان بتدفعوا الثمن. صح؟ دي بقى بتحبوا الشريك حب لا مبالاة، عندكم الشريك ده بتحبوه حب لدرجة ان انتوا مش قادرين تستغنوا عنه، ومش قادرين تفكروا ان انتوا تبعدوا عنه. بتحطوا مقارنة دايما ما بين، يعني بتحطوا دايما مقارنة حاجات كتيرة جدا في حياتكم، لكن انتوا اللي بتصبحوا اكبر، دايما عندكم احداث جديدة، فلازم تخلوا بالكم من بعضكم، يعني لو انتوا عندكم اطفال تخلوا بالكم منهم، لو انتوا عندكم حبيب خلوا بالكم منه، لان الطرف التاني لو دخل في حياتكم بيأذيكم، فتخلوا بالكم وكونوا حذرين، وخلوا بالكم في حسن اختياركم مع الاضواء بتاعتكم. في عندكم عزال او فرش جديد
او حاجه جديده، ممكن تروحوا مع حد يعزل، او انتوا هتعملوا حاجات جديده، الله اعلم. بس حرفيا في اكتر من حاجه جديده انتوا هتعملوها، والحاجات الجديده دي هتكون يعني طاقه جديده، خروج من ازمه، خروج من حاجه كسره حاجة. في حاجات كتير هتستجد عندكم، واعتبارا من الفتره اللي جايه هتكون كل اشاره عندكم انتوا هتكونوا مركزين معاها، مع انكم دايما في حالكم ومع نفسكم، لكن في ناس مش سايباكم في حالكم وبيحسدوكم على كل حاجة. فخدوا بالكم من اي حقيقة او من اي حاجة عندكم انتوا بتحسوا بيها، واربطوا الاحداث، بس مش تربطوا الاحداث على نفسكم وانتوا اللي تتعبوا، لا، اربطوا الاحداث ان انتوا تفعلوا اشياء جديدة وامور مستجدة، وحالة الملل حرفيا والنوم اللي غير منتظم عندكم لازم تظبطوا اموركم، ولازم تطلعوا من اي حاجة مأثرة على النفسية، لان التأثير النفسي اللي عندكم مخلي العراقيل واضحة جدا في وشكم. كمان عايزاكم هنا يكون في طاقة روحانية جديدة، وفي حاجات عندكم هتحصل الفترة اللي جاية هتكون فيها استقرار اكتر من خطوة. الفترة دي هيكون فيها تحسين، في اسئلة كتير انتوا بتسألوها، مين اللي عندكم اللي انتوا يعني شايلين همه اكتر ما هو شايل نفسكم، يعني شايل هم نفسه طول الوقت، شايلين همه طول الوقت، في امور عندكم. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة هتفسروها الفترة دي بتجديد جديد او بحاجة جديدة، حرفيا حرفيا حد هيهديكم حاجة جديدة، ومن ورا الهدية اللي انتوا هتقبلوها هتسمعوا خبر نفسكم من بدري تسمعوه، لان انتوا بدأتوا تحسبوا الحياة بشكل مختلف. خلاص الامور اللي عندكم هيكون فيها تجديد وفيها استقرار نفسي، وحان الوقت ان انتوا تفعلوا حاجات جديدة، وما تتعصبوش على اي حاجة، لان النفسية بتاعتكم يعني هوا زي الهوا كده، اي حاجة بتأثر عليها، اي حاجة بتتعبكم، اي حاجة بتخذلكم. الحظ عندكم الفترة اللي جاية مفتوح، الحظ عندكم في امور فيها تجديد. ودلوقتي وصلنا للرسالة بتاعتكم، ناخد الورقة المستخبية. لا تقلق، الغيب في طريق إليك، سيعوضك الله عن صبرك وتحسين في عملك، وسوف تنول كل ما كنت تتمناه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نشوف ورقة تانية، ناخد برضو نفس الورقة اللي مستخبية. ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع، والحظ إليك. قولولي بقى انتوا كنتوا من انهي رسالة، او من كنتوا من انهي ورقة. ربنا يكتب لكم الخير ويحسن اموركم كلها ويكرمكم من حيث لا تحتسب. تحياتي لكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل، ولو عجبتكم قراءتنا النهارده ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل.